نريد أن نستقيم كما أمر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العلماء يعرفون الاستقامة فيقولون سلوك الطريق المستقيم من غير ميل عنه، لا يمنة ولا يسرة، بفعل طاعة الله وترك ما حرم الله، والثبات حتى الممات، الثبات حتى نلقى الله عز وجل. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ماذا قال ربي بعدها؟ لهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام، متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالله اسمع وتأمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الثمرة الأولى، الراحة النفسية. هذا المستقيم يستغل وقته من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، من صيام إلى بر، ومن بر إلى عمرة، ومن عمرة إلى حج، ومن حج إلى دعوة. حتى النوم عبادة، يحتسب نومته كما يحتسب قومته. فمن أجل ذلك أحبابي في الله نستقيم على أمر الله. ومن أعظم الناس الذين يستغلون هذه الأوقات المستقيمين على أمر الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة هذه الدنيا. الله عز وجل ختم هذه الآية بكلمة أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.